حاجه اخرى ميسه استاذ ها جايبك للواعد راهو جايبك انت تو باش تحكي على روحك وتعرفنا بتجربتك جايبك لعالم الفكر والمطالعه والكتابه شكرا على الفرصه اولا ليست لي تجربه تستحق ان تروى وبالنسبه لتواضع العظماء من تواضع لله رفعه وأريد أن أقول شيئا بخصوص البيئة التي تساعد على النجاح أو تساعد أو عفوا أو تساهم في الفشل. البيئة من صنع الإنسان وباستطاعته أن يغيرها ما دام له عقل والناجحون إذا لم يجدوا الظروف الملائمة يصنعونها هذا هو الأهم. لكن الحمد لله عندما ولدت وجدت ظروف ملائمة الحمد لله كان خالي يقرأ لي القصص منذ سن الخامسة أنت خلينا ندخل معك في بعض الأسئلة المسائل الشخصية كما وقوتك أنك أنت تجاوزت الأجواء وحولتها إلى إبداع التحدي حولته إلى إبداع أنت منذ الولادة كنت كفيفة؟ ولدت مبصرة لكن بعد 10 أيام من الولادة ارتفعت الحرارة ولم يتفطن إليها أحد كنا نقيم في منزل فيه ظروف غير مناسبة وكانوا مشغولين بأشياء أخرى فلم يتفطنوا إلى ارتفاع الحرارة فتفاقم الوضع وانتشرت الحرارة يعني في الجسم وتركت مخلفات على إحدى العينين بعد ذلك حاولوا إجراء عملية لي لأبصر بالعينين ففقدتهما معا. اسمح لي كي تضحك على الطماع بات ساري كي تضحك على حاجة بس برافو يعطيك بسم الله عليك بسم الله عليك لا بأس يعني جاوا باش يصلحوا عين يا أخي فقدت هذا سر المثل جاي طب فيه عماء نحن الذين أسسنا هذا والله عليك اسمح لي قديش تحاول بحاجة مأساتي لا إلى ضحكة اسمح لي اسمح لي الإطار يكون في البيت في الأسرة دائما عندما نستمع إلى القرآن إلى القصص إلى البرامج التي تذاع بالفصحى لأنه أريد أن أوجه رسالة من خلال هذا المنبر فضل. على الأقل كل قناة تتفق وتتعاقد لكي يكون هناك يوم في الأسبوع لكل قناة فيه برامج بالفصحى فقط يوم واحد الله عليك الله عليك بربي سمعتوها بربي سامحوني سمعتوها سمعتوها يا مالي تلافز سمعتوها يا مالي البرامج سمعتوها البنوته هذه لماذا تربيت ما يصيرش خليني راك تدغدغ فيا تو انا مش باش تهبلني انت في الحكايه هذه قلت لكم بربي من اجل الجيل الجديد ما يصيرش هاكم شبعتوهم بالكلام الفارغ والفيسبوك والريق والتفاهات اعملوا يوم واحد تتكلمون باللغه العربيه الفصحى رأي ليست مجرد طريقة في التواصل إنها خيال إنها إبداع إحنا جيل وقت اللي سمعنا السؤال المتحركة كنا نستمع إليها بالعربية الفصحى استمعنا إلى سينان استمعنا إلى قصة الإنسان وميسة استمعت إلى القرآن واستمعت تقول إلى برامج هل تستحضرين هل تتذكرين الأصوات الناطقة بالعربية الفصحى التي تربت عليها ذائقتك يا ميساء العظيمة هما صوتان صوت خالي في البداية لأنه كان الوحيد الذي يحسن قراءة القصص في العائلة تحية ليه هو شيء مراتك تحية ليه تحية ليه خالي وبعد ذلك صوت المشرفة على نادي المطالعة في المدرسة الأستاذة أم هاني بوهجة أيضا تحية لها تحية ليه تحية ليه تحية ليه وأستاذ اللغة العربية الذي درسني منذ السنة الثالثة ابتدائي إلى السنة السادسة ابتدائي على مبادئ اللغة العربية تلك الفصاحة وسهولة التحدث والصوت الرنان العظيم وبعد أن أسسنا جيدا في هذا المجال انتقلنا إلى الإعدادية فقلت له أنت كمن بنى دارا وأثاثها ثم تركها لغيره لأنه كان يحرص دائما على أن يؤسسنا للمستقبل ليس مجرد ورسالة قواعد اللغة لا تحفظوها كأنها نفي بالنون وأنا أتحدث عن العربية وما إلى ذلك لا يسالش جيت في هذه تشوف كبار المتحدثين في تونس اش يغلطوا لا تحفظ اللغة على أنها علم و
وناسخ كان يكون يعني يكون خبره مرفوعا مبتدأه عفوا مرفوعا وخبره منصوبا وان العكس ونواسخ كان وصار واصبح وليس وما زال. وهذه الاشياء التي تجعل من اللغه وكانها رياضيات، نعم. تحفظ ثم تكتب ما تحفظه في الفرض وانتهى الموضوع وشكرا لحسن استماعكم. هذا خطأ. لابد ان نؤسس لقادم الايام بعد ذلك، مثلا هذه الخطه تنجح في الابتدائي في الاعدادي، لكن بعد ذلك في الجامعه وفي ميدان العمل، نعم. ماذا ستفعلون؟ المدرس هنا بيده ان يحول اللغه من ان ينقلها من جمودها الى الحركيه التي بنيت عليها اللغه. نعم. استحضر هنا كنت اريد ان اسجلها في فيديو مستقل لكن لا باس ما دمنا لا باس، وهي سجلت في بالاماره.